ايثمتي سمعتيني ويقضى عندي توالين. السلام عليكم ورحمه الله. الزول في الاول مرحبا سيسون ارتزرارث ان المغاربيه فذيانت بوساقين غد نغالا فاش يضرون ذو النار نسرثين في تمورث للدزاير خاصيا كان دي ثاقري قيث ولا مي تخت ووال افتفرنت نوسلوين تقدودا غرا ديسن دي 18 افريل وسب وساقين ثوالا ما الطاس ويقال يكسب الدنيا من سن مي يعني سقسيا ويقال يتبع الامور نتمورث النار اندي ثبوض الحالية قيم لانه قال يقارن سي الجهه النظام باللي ارد تسك يعني وث الصوره ونقولها انا في مورث النار لانه قال يهضر في كرنفال في دشرا سي الجهه النظام ادنو غاره في كران تصريحات ذيك السن تصريح يعني والدينا القايد صلاح مدبر العسكر امين زرا في مورث النار العسكر ساعه نزال ذي القرار نتسرفيف اين عنا الامور انت مورث النهضه وكذا كين في مسالين هذا السياد نفهم وكذا ان بكيوني نعرض الساقية ان دارت الحو للدزاير اسكادي لي يعني ان سانكيام موندون تيليارا اسكادي لي ان كونديدا بهرد قرن وكذا يعني اقلان ذي ثلما قال هذه المعارضه كونديدا للسيستم للرجيم ذو كين يعني خاصه كان تابع الامور انت مورث النهضه ولكن ونزرران ذا شيء أي ضرون يعني ذي ثمورث النا مقبل أدنى في دول صراحة كانت سل يمجيون يد يد يدنا عرض السجيد يثدي أنت بو السجيد هذه اللي كنا على جيد الاستوديو يمثلنا توفيق إيفل القسن ذي ونا مسنو ذي ثدا مسا أن إكسبير أن إيكونومي ذي ون أما غناس نتسرثيث ميليتون بوليتيك ميليتون ذي دلوا دلهم توفيق عسلا ما ينخز الفلاك الزول في لكن السارة الزول وكذي تسمح سن المغاربية ذي تسوى يعطيك صحة توفيق قمع ثلمتك مثل اللي كذي نغذي ثاد ويلت بوسقين اللي كذي نغذي غنسي الجزائر مس نسيم يسا ذي مدبار ذي أخبر اللي يرسيدين ذي هو نقلان شيف دو كابيني سكرتير ناسيونال غادي في كتابو غلي نسمك اراث الحلوم ورا ميخيل يرسيدي اريت ولي ثمسلتا كيت فرنت زوج الاف و19 خاصه كان نزرا كيرا لي ديكلاراسيون نسلواي نير سيدي مدينه باللي وتمنا راه بلي تفرنت كي غداوي كرب وجديد يعني يثمرت الجزائر مس نسيم ياسا السلام عليكم مازول فلاي الدرس الاول فما في العربيه كينو يعطيك الصحة مس نسيم ياسا هذه اللي كيدنا غنسي الجزائر مس كريم كبير اللي هنا مس إيكلان ذي ليبرتي غادي في كثر مغليين اسم كاري تولي الحاله يا كي وان شاء الله هذه اللي كيدنا حفيظ الدراجي ذي هنا نغمس ذي بي ان سبور سي القطار ذي هنا غني يكتب لنا الطاس دي لي ريزو سوسيو في الحاله انت مورث هاد نسيين هاد ناوي شيران ذا شو يعني تخمم ذا شو مكاري تولي الحاله يا كي راه تعيشي ثمورث ان توفي خالد فيدونسيس تدويل تاقي قبل ادي ادياس يعني الرافو نصيرة مزاوي ام خيرت تولي يعني ثاقري كي الحاله الا انت عايشي ديس اتصل ادي قرن باللي نولى الفيلم هنا مقارنه الكرنفال في دشرا بالك راه انت عايشي يعني دي ثاقري كي دي الحاله نسيتي في قلان اثنا ديس مورثنا هو التزوار ديس الكرنفال في دشرا يفدان امونافي شحال هي سي ديرني طون سي اكسونتوي مي ديوث لا براتيك إجلان دي نظام النار قسمين يقموت بومزيان عاد شفانوك يزدايريين عاف شادليا يديون يزرعنا كل غاشي ويسينا لهم هاث مام هذي يكتب اسميس ويفقي هارا تمثال نتسالفيت نلزاير وكنت تيد ندونيث وما يجين دي ضرون دي ثقر ياجي يبوثيد سي لا فان دان بروسيسوس دي ديسكريدي كون ابورتي او ا لا فونكسيون دو بريزيدون دو لا ريبوبليك الجيريان اي ليتا ميم الجيريان يبوظ الحال عند توالي الغاشي امرا باللي زمرن هاث هذا غولان لي بريزيدون خاطر سلوين تمورثنا 2013 ارسا وري يهدار
وري السوال سيسم ينس ذا سلواي نتمورث اي وكذو الجزائري سجيا السلواي ويتمس لينا راه ودي تروح راه هذه خطب اكذو زينس ذيخ ذي قرن كن الخيال نتفحيرت يتسرسن ويذ يحكمن ويذ يحكمن اللندفير السجيا ويذ كنا كوين سوالي البال دو لانكومبيتونس جو ديغي كي سي برودوي سي ديرني زور سي ديرني جور ديبوي لابيل دو كور الكتورال ذاين ونتوا ما نرى من ولا ذي اين ساعة القيمة والبريزيدون لي بريزيدونسيال مي من خزر كان اين دي دران دي سيجري دي العوام كي نقولها يساع ان سونس اسكو يعني فهم قوليك باللي نبضها يوث الحاله ون ديفالوريزي يعني قداش نسرفيث لو بوست دو مينيستر نغ البوست دو ديبوتي نبض الحال ميم يعني لا كانديداتور او نيفو يعني au niveau du poste de président du premier chef. Oui, non, mais c'est ça. Oui, il dit que dans ce moment-là, il dit je suis candidat à l'élection. C'est normal, parce que M. Lapienne, M. la présidence de la République, sur le tsar tsar, mais chez Kenny Zdeil, parce qu'ils se sont désolidarisés de ce qui s'est passé, notamment à l'Assemblée populaire, où on s'est dit تبورا لاسومبلي بوبولار عندي يضرب زنكني ذا السوق وين تتنظم ديفكال لا فالور دي بيرسون كي يسيج عندها ما تزريض ومسلاي دي لان في النيفو ميم بودي لان داخل وغي وين هذا زماكينا سي لا ريزولتانت دو لا كومبوزونت دو لاسومبلي بوبولار بار كونتر لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك سي لا ديسكريدي دو لا فونكسيون دو بريزيدون دو على لا il n'assume plus son rôle depuis un bon moment et puis qu'est Youn le message belli où il qui mera alors le rachien à Sagir de tout niveau soit l'immense zmeren dans parce que Zran belli ماشي de notre hakimen et aussi il y a un facteur très très important et on a instauré le opportunisme politique comme moyen d'ascension sociale. Très bien. Adou Ghal Gharghour Katoufiq, on va maintenant à Nassim Yassa. Nassim Assalma, il y a quelques temps, je suis dit que Nassim le plateau, التاسيس قسيين ولا دي ثغري يغي سورتو يعني السخسين ادن السخسه دي تاد ولت بوساغي بوركو انتل بليتور دو كانديدا يعني اي غنبض ارن تولي يعني لوبورتونيزم كيما كي دينا مثلا توفيق ذاكي ديال البلاطو نغ ان ديوغال لو بوست يعني لو كانديدا على بريزيدونسيال ذي الحاجه انك صاين امينو غال ادن قرب اللي زعما الحاله نتعيش الفيلم إذن إن ولا شحال سنين رد فيرا مقارن كارنفال في الجرة؟ وزلت لوني إفيرون تيكلت بازو لكي ويداك أرد تواليد كين يتوالي باللي أشوالان تواليا كي يومينا كي يرويا كي كي سون كانديدا لا كانديدا تولي تفرانينا كي يموس منك كي تفرانينا كي ديت لنا كال 18 أفريل تواليا قتنت تون سويت لوجيك اي سيرتيس ما شوك خزم ولا بويا كي على بعد اسم ديال سان بوتفليقه على السام زراو كل 20 سنه يا كي يخدم كل شيء وكل السلع ديال الغاشي قلنا راه سيرتير صابوت لي بارتي بوليتيك سي سي وون تروزون كاسن لي بارتي بوليتيك لي ميليتون بوليتيك كريدي بالغلق لي ميديا في الديبا بوليتيك في لي بارتي بوليتيك كتنوح قلنا سي وون انكوراجين العباد ام بن حمون من نعيم صالحي ومي مودن دي بوست دو ديبوتي ما تولي نشتكي غضربه في تريس البيلون بوتفليقه اللي فروي لا بوليتيك يعني انا سي ما تقرض باللي سي اون سويت لوجيك وزميرارا اتي لي اون سويت الوغ كو نظرا يعني ذا شو كذران ذي السنين اللي كي عدان لان هضرات طاس ذي المغاربيه في يعني الرداء يثبوا دار غرس يعني الحاله نتسرفيف نتمرت الجزائر
Bien sûr, Bouteflika, il a toujours encouragé ça à travers les messages. La médiatisation inacceptable de l'Aïbad Amawiki parce que tu as l'air TVA, Rachoué Baron, Yomainakir, avec les sites d'information à tout le monde, l'importance, tu as l'air même sur la Kantam dit, quand il y a une chaîne TV, tu peux dire, ou est-ce que tu peux dire, quand il y a les candidats, pour finir le Raché, parce qu'en réalité, le pouvoir est à Wanchar est à Jvas, oui, il y a quelqu'un qui a fait le Rachid, il y a quelqu'un qui a parce que c'est le Jihani dans les partis politiques, nous sommes en position, nous sommes en position, et les médias, nous sommes en position, nous sommes une chaîne TV, nous sommes en position, nous sommes en position, nous sommes en position, mais nous sommes en position, nous sommes en position, les partis de l'opposition, nous sommes en position, nous sommes en position, مضبرن لي كذا من سافي في لوبوزيسيون اللي وداك البوفار راه هضرنا في البروجي نتسنا في البروغرام نتسنا راه هضرنا في لا سيتياسيون بوليتيك تمر تنا ما مي تولا تولا تسول وداك كيف فاصل وصلنا كالغاشي مي نشتكي بور ما سي انكسبتابل باسكو سا ارونج لاجوندا بوليتيك دو بوفار فنشتكي ادينا كان من تورست مو مودريز دو سونس داينا في لي ميليتون بوليتيك لي بارتي بوليتيك الا قد شنا كثر تقوينا كثر لقديش اسافي نسن سور سور التيرا باسكو انشتكي يفغا طاس في البوفار دي مود ليماج امتاكي مام سير سور 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 لو بوار كيسقرنا يعني تمو لين البرانية تموت لنا وصلنا أكثر وسقنا في بالنهاية وراء البيلون بوتفليقة زي سجارة من الأعمار نص باش القرار كان لحكم النص نعم قيمة كنا غمس ياسا دوغال غرغوريخ إلا كنا غيش مدي كنا غمس يمثنا كريم كبير ذا نغمس جورناليست ديال ليبرتي سي الجزائر كريم الزلف لك عسميني خف الأول مساء الخير كريم كريم يعني تولى هذا شيء ضروري يعني اذا قلنا لساتي تموت الجزائر ثقيرة كي تقل ولا تصي تقف ولا في ليليكسيون بريزيدونسيال ولكن الحاجة راه هضرنا وقاعد يتبع الامور انت مورث لنا امكن بوض يعني اين تال بليتور دو كونديدا وين ديك الصباح كديني بالك بالك ساعة خيرا يعني لا شونس هذو على بريزيدون لنتولي ثغره يجي يعني يا بريسك بلوس دو اون سوسانتين دو دو ويغال يبغى نظر شحني من سن ارتفع انت كين 2019 امخي يعني دي رايك تشيني يعني امخي نبوض على الحاله يجي شوف لا بريمير دي شوز ناك بور موا سي لي اسونسيلمون على كولتور على كولتور امبيونت للجزائر باسكو ما شفام سكوسنا عدان بوكو دالجيري ان توكا ولسي لك دينين ايدينين اون اي دي بريزيدون غرانارا شاد لي احكام وهن علي كافي احكام دونك في الحق لمي كل واي يسدي بلي بوركوا با موا يعني ما كان سيتي نوبر اسبانيول Mais tout ça, c'est lié, encore une fois, à la... ولكن كريم ديال الوقت اللي بالك يعني اذا شو الدنيا الصح مي افي كو ميم ان سيرتان نيفو دي 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 كونديدا لان وي كاد يعني زافي ميليتي دي زاني دي زاني ديال 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 لور بارتي بوليتيك ريسبكتيف ميم لي بيرسوناليتي زافي ان باجاج ان باجاج يعني نتولي ثورا ما تنسى الخيرا وي كاد روح يعني للمينيست دو لانتيريور pour retirer le dossier Nsen, يعني تغال تصان صح. Parce que je pense qu'on a poussé, on a tout fait, on a tout fait. La situation, elle a des profondeurs historiques. Depuis la guerre de l'été 62, contre l'armée des frontières après le pouvoir, ils ont mené une guerre contre les intellectuels. On se rappelle un monsieur comme Mustafa al-Sharaf a été écarté. C'est-à-dire cette culture de marginaliser les intellectuels. Elle s'exprime d'ailleurs aujourd'hui à travers la fuite des cerveaux. Parce que donc on a désertifié Thamour. C'est-à-dire elle a été dévitalisée.
au point qu'on a laissé à la merci de la médiocrité. Donc, on est à Dintura, qui nie je peux être président parce qu'il nie, il d'abord, un, nous n'avons pas construit des institutions, c'est une grande responsabilité. La deuxième des choses, on a encouragé l'opportunisme, c'est-à-dire le régime, il a construit une clientèle de telle sorte parce que il suffit d'obéir à la culture islamique, de s'inscrire dans la culture du régime, tu vas bénéficier de la rente. Donc il a encouragé, si tu veux, cette médiocrité. Aujourd'hui, au point de l'haq, n'importe qui pense qu'il peut être président et sans mesurer ni les défis, ni avoir la culture nécessaire, ni les compétences nécessaires, ni un vécu politique. Nous, on a par exemple la pléthore de les postulants. C'est devenu ridicule, c'est clownesque, ce qui se passe. Mais encore une fois, il faut s'interroger par ailleurs. C'est un peu suscité par certains milieux pour un peu décrédibiliser toutes les candidatures pour laisser uniquement le candidat du pouvoir à défendre celui qui est le plus apte à même de conduire le pays. Donc c'est un peu pour orienter indirectement, pour créer, si vous voulez, une espèce de vote refuge. Mais devant tant de candidats médiocres, de préférence, ils vont bien réviser le système. Est-ce qu'elle a choisi de dire cela, il y a ce calcul, les 30 années dernières, il se pose la question, des champs politiques. Est-ce qu'il y a cette intention aussi dire blé ou lèche, en fin de compte, il n'y a pas d'alternative, ou lèche, on a eu comme le Zayer, et il a dit, Tchamed Marabin, il a dit, Bouteflika, absolument, ce n'est pas exclu, c'est une piste qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est eux-mêmes qui ont créé ce désert. Ils ont empêché à ce que la société s'organise. Même pour M. Sahara, avec tout le respect qu'on a pour les candidats qui veulent être candidats, ولكن ما فورماسي سوز مناث يخدم ما كيزمه الحاله ديال الصوفي الجزائر ديال الحالات الذي يجي بوكو ايمي البوستاكي يخدم بيان سور سي تادير بون كي لي البوست ني سي ان بو ايرونيك مي فاصون دو دير بلي يونا مزال كي سوكوب با دو لوي ميم كي فا يل بو سوكوبي دو مي تو سا ناكس ريفيلاتور دو d'une forme de culture que le système a encouragé, a institué. Il a marginalisé les élites, il a tout fait pour casser, pour discréditer le politique et pour empêcher la société de s'organiser. Il a tout fait pour tout verrouiller. Et qui est responsable, Karim? Karim, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes الرافو اللي تخدم الناصيره مزاوي ودو غال غرغور كفوسق سياقي انا حد نوالي الرافو الناصيره مزاوي بنو غال غرغور تفرنت نتسلوية نزوج الاف وستعطاشر ديلين ذي تسي عذينس تيني لين ثي بورا نطمع ايوا قاذا ليتنا ذين كان غافو صوردي غاف الاصلاح نسن تمثال بضنط غار يون الحند اندا ويداني سفدد ايمانيس من ولا غيفا غاد يغال اذ برزيدان أياجي أهث ماشي ديني سوهامن إمي ذي ثمورث الناغ ثفراني نسعين تيران غزال على حساب سرثيين الفوت ذي الجاير ذي السوق ويتاغ ويزنوزو لقن 60,000 إستنيين ألف دينارا إي ونستنيين أنور الدين انحثار
تفرنين تدوان سعيغ الشرعية غميد العسكر اكتكسن يرقزن سرسو ينوي يضغفو كرسي الحكم ذايري دغران خيران ذق مسلين إن قران قيد صلاح إقفغان ذي سعد دين ثفراتي وقذا هذي شم شك ذاك نزن ذي سيعيا يفشر ذاك غلطان ذي لحساب نسن ويفغا غسنيني أوين إجبذ نمرار إخفي سثهر غوريان وذي الوقتية خرا على التهين غف يذوذ على سجنين أغرف وياض يرند ثغري غارو غنزون الفوطاقي إمين ثني والان تذل سكوندال ذلا كوميدي كل شي فانيت وحسم ذي تزورا وقيذي مسلاين سيد حمد غوزالي غي قعدان ذ شاف دو غوفرنمون ذي العهد نشد لي بن جديد إدي وكذن ذ قيوث انتذونيث إس يخدم وغميسن الخبر ذكن ذي العمر دلان تفرانين زديين ذي الزير على ذي 91 لما ناضي تسواث النية العسكر يقشم اللعب ذق حريشينس أم زوارو يخنق ثقذوث سيدوح لي حالة ذق النار السرثين تمورث الناس مال عمالي تشدون إيه الرس يعرق الحساب إيثي فين على دغمارا نحصون ذاكن ذي لي حالة إغرين بوض أسب وسا يوكني غذف دنن الشغال ماشي ذاين إيسهلن أم شي ذي خفيس أنا عمال سي مقلوب دون شخصي كذا واحد المسألة جاوبني عليها بصراحة أتفضل هذا هو وشكون اللي ممكن الإنسان يكورج ويلعبها ستاسها في خماسها ونطلبوا واحد الفكرة معينة مخصصة وشنو هي الفكرة؟ قلت أنا الترشحات الرئاسية هذو هم مصاوها بحي روحها ايه كانت جاتني فكره هيك مش عارف لا تعود مليحه ولا تتعاوني فيها على كل حال في المساله نتاعها. السؤال هذا هو دوك نطرح عليك. تفضل. بالضبط الترشحات الرئاسيه واش منك وقت تطلبوها الدوسي نتاعهم؟ لما اللي يقول حاوليها. كريمة دوغالا أرغور كد تشكرا كان قلت مثلا أنا سيرا مزاوية فراب ولاقي كريم كبير يعني الحالة غير أنت تعيش في الجزائر سورتو يعني ونيفو بوليتيك أتصدي قارن بلك ثلا غير نولت ذي الفيلم مقارن كارنفال في جهة يعني جستمون سي سي جو كروا كسي لو فيلم كي ريزومي لو ميو لا سيتواسيون بوليتيك La preuve, c'est un dernier acteur de télévision. Il est complètement banni. Il faisait le film, un autre film à Manari. D'après mes informations, il a fait Mazalis Yanni ou le général Dadi parce que c'est un film qui a énormément gagné de succès. Dans les réseaux sociaux, régulièrement, il est partagé parce que je pense qu'il a résumé parfaitement. Exactement la situation, le régime, non, le système, comment il fonctionne. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à construire des institutions, on n'a pas construit une démocratie au point aujourd'hui, n'importe qui pense qu'il peut devenir ministre, il peut devenir président de la République, aider à des députés, aider à des trafiqués. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucune morale. Et ça, ça porte les ingrédients à un d'un grand danger. Très bien. Karim Zrab, vous avez dit que le temps est venu à sinistre, très rapidement. Le Kharjan, Ahmed Ghazali, c'est un ancien premier ministre, c'est un ancien premier ministre, c'est un ancien premier ministre, a une certaine ouverture. لان اتصيو نسير ميديو لان ديال الوقت ني يناد اون جامي لالجيرينا جامي كونو يعني دو ديليكسيون اكس فان يعني ثفرنت اكس فان حشات النان 91 يعني ما تسلض يعني ان اونسيان برومي مينيس كي دي اولا كي ذا شو لا كريديبيليتي راهي هذا السعود ثفرنت كي راهي تسن ولاش يا با دو كريديبيليتي ما كاين كراف كريز دو كونفيونس que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils viennent d'eux, pas plus loin qu'hier, mais avant-hier, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, mais il y a des vidéos qui sont balancées pour tourner en dérision le ministre de l'Intérieur, Gadrof Leharaga.
Ça veut dire tout ce qui vient d'eux, ils refusent de l'admettre. Il n'est pas écouté au niveau de la population, où ça crée la confiance. Donc la même chose, même sur la Médine, le ministre de la Défense qui dit l'ASCAR, comme les citoyens s'appellent tout ça, il est difficile de convaincre parce que ce n'est pas la première fois qu'il demande. Depuis longtemps, on a dit l'ASCAR, je veux dire, mais si ça. Et Adou, à la Rafaoula Gekerim, c'était dans cette logique par rapport aux déclarations de Gaïd Salah. La position de l'armée, c'est-à-dire qu'on est là pour garantir cette élection, c'est lui qui garantissait le poste de président, mais c'est quelle élection. Oui, l'armée, c'est pas vrai, c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire encore plus. Est dans une situation très critique. Je peux aller encore plus loin. Le rôle de l'armée sera décisif et méchant. Parce que même s'il y a des critiques qui peuvent cibler l'armée, mais ça reste tout de même une institution plus ou moins féministe par rapport aux autres institutions de Mourth. Donc, son rôle, il est toujours crucial et il va être aussi, encore une fois, cette fois-ci, c'est un acteur dans la décision. Maintenant, malgré chaque rendez-vous électoral, ça va être le même discours, mais voilà, on a vu des expériences à travers 2004, comme en 2009. Ils ont changé la constitution pour 2014. Donc, même aujourd'hui, encore une fois, avec la situation en Thuraïanie, l'armée se base sur la décision et parce qu'ils mesurent les dangers qui chutent l'arc pour aujourd'hui. صحتك كريم أجمع يعطيك الصحة تنمرثيك مثل إذا كذنا أكيد شكرا غطاس كريم كبير قلنا كذنا غنروح مس حفيظ دراجي قلنا كذنا سي قطر مس حفيظ السلام عليكم الزلف لك مرحبا بك عليكم السلام مرحبا بك بنصحت الموند ومرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين يعطيك الصحة سي حفيظ سي حفيظ المشهد السياسي الآن في الجزائر كثير يشبهوه الكوميديا اللي كان فيها الوات الله يطول له العمر قال لك وصلنا لواحد المرحله رانا نعيشوا في هذا نفس الفيلم رانا في كرنفال في دشرة واش رايك سي حافي؟ اوفن كرنفال في دشرة عنده مده عنده 6 ولا 7 سنوات سي با بلوس كل واحد كيفاش يقراها كرنفال في دشرة سي بو C'est-à-dire, on a dit كرنفال في دشرة رانا نشبهوه بفيلم محترم جدا شفناه وحبيناه فما نقدروش نشبهوه بكرنفال في دشرة ممكن يكون اكثر واقصى من هذا الكلام واش نعيشوه على الشيء اللي نعرفه انايا ما سمعتش به وما قريتش عليه وما شفتوش عبر التاريخ ما سمعتش به وما شفتوش وما قريتوش في بلدان اخرى حتى الجزائريين ما سمعوش به وما شافوش وما قراوهش في اماكن اخرى هذا في تنفي اونيك في العالم لأن يخايف الأجيال اللي راح يجوا من بعد أولادنا أولاد أولادنا يضحكوا علينا لما نجي ونحكيوا لهم بعد 20 سنة ولا 30 ونقول لهم 10 في زمن ما ودرنا يقول لك اسكت انتم ما كنتوا في عايشين في زمن اللي صرا فيه ما صراش في حتى بلاد وما يصراش في حتى زمن أعتقد بأنه اضطرار الجماعة لرجوعهم نحو عهدة نحو انتخابات رئاسية لأنه كان فيه كلام عن تبديد وكلام عن تأجيل وكلام عن أشياء كذلك لا نسمع بها إلا عندنا الآن اضطروا أنهم يعلنوا عن انتخابات لأنهم ما عندهمش البديل لأنهم عارفين بأن بوتفليقة لم يعد قادر فعليا يعد قادرا حتى على الكلام فعليا فهذا الشيء اللي كان بقاله في وقت ما للأسف الشديد ربي يلطف به قالوا الكلام في وقت ما كان ممكن يروح لرئيس المجلس الدستوري يقول له جيتك باش نقدم ترشيحي للانتخابات الرئاسيه كما فعلها في 2014 يوم هل معناها سي حفيظ في الكلام اللي راك تقول فيه ان ما تكونش فيه ما يكونش فيه
عهدة خامسة؟ أنا حسب المعطيات اللي عندي وحسب تحليلي المتواضع أتوقع بأنه لن تكون فيها عهدة خامسة لبوتفليقة، ولكن تكون يحاولوا أنهم تكون عهدة أخرى للمنظومة، لأنه الآن لم يعد فيه كلام عن بوتفليقة، فيه كلام عن جماعة وفيه كلام عن منظومة. كلام منسوب ليك سي حفيظ، منسوب ليك وحتى يعني التيسات كلمة عليه على أساس يعني حبينا نتأكدوا من الكلام هذا ولا هذا كلامك ولا هل يعني شخصية شكيب خليل ولت للواجهة؟ لا، هي مطروحة في الواجهة من مدة. أنا المعلومات اللي عندي والتحليل المتواضع يقول بأنه بوتفليقة لا يثق في أي واحد في كل هذه الجماعة ما عدا في شكيب خليل لأسباب شخصية وتاريخية واجتماعية وعائلية معروفة عند 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 بعض الناس، معروفة علاقاتهم. الرجل الوحيد الذي يثق فيه هو شكيب خليل، والدليل أنه بيضه يعني رجعه أبيض، والدليل أنه رجعه في وقت ما وحاول يسعى عن طريق الزوايا، حاول عن طريق المجتمع المدني وراح الجامعات. هذا الأمر لم يكن عبثا، يعني ما رجعوش فقط هكذا، رجعوه على أمل أنه قد يكون البديل لبوتفليقة. ولكن الجزائريين ما تقبلوش هذا الشيء سي حافظ، يعني الجزائريين ما أكيد ما يتقبلوش ما تقبلوش حتى يعني كي شفناه كان يجول في الزوايا ويروح من زاوية الأخرى، كان يعني سخط من الجزائريين. وهل الجزائريين متقبلين العهدة الرابعة والخامسة والسادسة؟ هل متقبلين هذه الجماعة؟ ولكن جماعة في يدها المنظومة، في يدها أنها طلع إبليس، طلعوا رئيس جمهورية يعني بعملية التزوير، بعملية التطبيل، بالتفاف. الآن بوتفليقة لو يقول لهم غيروا القبلة صارت من الغرب يقولوا بأنها من الغرب، ويجدوا التبرير بأنها من الغرب، لأنه للأسف الشديد رأنا مع ناس مش معقول أنهم يكونوا بني أدمين، يعني مش معقول الكذب في العين في العين، والكلام الفارغ العين في العين، والتحدي العين في العين. أنا نعرف بأنه احنا آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بلا ما نشوفه، لأنه الله سبحانه وتبارك وتعالى أراد ذلك بفضل أشياء وبراهين. أما أنك هادو حبوا يخلونا نآمنوا بأشياء مش موجودة، يعني فنفس الشيء اليوم وشرى ويصرى حبوا يخلونا نآمنوا بأن الجزائر بخير، نآمنوا بأن الجزائر آمنة، نآمنوا بأن الجزائر هو مع العهد المستقبل، الجزائر مع العهد الخامسة، نآمنوا بأننا بخير وأننا بأحسن من الكثير من البلدان وأحسن من الكثير من الشعوب، رغم أن الجزائريين في قرارة أنفسهم يعرفوا بأن هذا مش صحيح. فما عندوش خيار آخر، الجماعة ما عندهاش خيار آخر، والجماعة لا تثق في بعضها بعض. تتصور بأنه بوتفليقة يخلي يحيى بعد رئيس؟ تتصور بأنه بوتفليقة يخلي بعده سلال رئيس؟ تتصور بأن بوتفليقة يخلي بعده أي واحد يعني من الجماعة يخليها رئيس؟ من المستحيلات السبع. فالرجل الوحيد الذي يثق فيه هو شكيب خليل، وأنا من وجهة نظري شكيب خليل قد يكون بون بارتي بورنو، يعني يكون منافس مليح للشعب الجزائري، أنه ممكن نقدروا نغلبوه بالإرادة الشعبية، مش بالانتخابات، نغلبوه بالإرادة الشعبية اللي تقول بأنه هذا جنون. ولا يعني انت راك تقول باللي ما يخليش، ولكن السؤال يطرح نفسه، النظام معروف الخيار تاعه، ولكن خيار الشعب أين هو؟ خيار المعارضة أين هو؟ هذه هي التساؤلات اللي تطرح يعني نفسها على المشهد السياسي في الجزائر. وأنا معك، وهذا الذي يجب أن يتحرك. والناس اللي كيقولوا لهم يتحرك يخافوا من مظاهرات، لا أنا ما نقصد هذا الشيء. الشعب يتحرك العشرة والخمستاشر مليون ناخب الذين لم يصوتوا في العهدات الرابعة، تتذكر كم عددهم؟ فاقوا 12 مليون. هذا 12 مليون لازم يعرفوا بأنهم هم الذين يقررون مصير الجزائر. هذا 12 مليون أكيد منهم 10 ملايين رافضين بوتفليقة، رافضين هذه الجماعة. هذا العشر ملايين هما اللي راح يصنعوا الفارق غدا، وسيصوتون على من يريده الشعب، على من نتفق حوله، لأنه هذه الترشيحات المتعددة والمتكررة أعتقد بأنها ستكون في خدمة الجماعة، لأنه الأصوات ستتشتت إذا كثروا خمسة أو ستة مترشحين راح تتشتت الأصوات. ولكن يجب أن يجتمع المجتمع الجزائري على الأقل باش نفوتوا هذه المرحلة، نجتمع حول رجل واحد وشخص واحد. تقول لي من؟ أنا ما عنديش الجواب الآن، ممكن سيظهر الجواب في الأيام المقبلة، لأنه هذا الذي نسمعه ونقرأه ونشاهده وشوية هزل، يعني هكذا ترشيحات
من لكل من هب ودب. هذه ضرب الجزائر، هذا حب يوريوها الجماعة، حب يقولوا هاوليك اللي حبوا يترشحوا، فمن فضلكم خلوا بوتفليقة أو خلوا من يقرر أن يكون بوتفليقة أفضل من هذه الناس اللي راكم تشوفوا فيهم. فأتصور بأنه ننتظر شوية لكي تظهر شخصية أو شخصيتين محترمتين قد تلقى الإجماع، ونلتف حولها كلها وندعو هذه القوة الصامتة التي أسميها الأغلبية الصامتة حوالي 12 مليون مصوت، يجب أن يصنعوا الفارق ويذهبوا لصناديق الاقتراع لكي لا يختاروا شكيب خليل، بل يختاروا من سينافس شكيب خليل أو من سينافس بوتفليقة إن قرر الترشح. يعني التصريحات حفيظ درجة، كيفاش قراءتك للتصريحات قايد صالح اللي قال احنا اون فاغارونتير دونك هذا الانتخابات سات اليكسيون، ويعني بمعرفه ان علي غديري اللي كان جنرال ماجور رشح نفسه لهذا الانتخابات، هل العسكر يعني هنا نحاز لرئاسه يعني بين قوسين لسعيد بوتفليقه في كما كان من القابل، يعني هو صانع الرؤساء، يعني كيف قراءتك في هذا في الكلام اللي قاله قايد صالح؟ انا بالنسبه الي تصريح مثل هذا لا حدث. والجيش اليوم في الجزائر لم يعد صانع الرؤساء، المنظومه التي صنعها بوتفليقه طويل شرحها وصنعتها الجماعه الجيش حفيظ معليش نولي برك الكلام تاعك، الجيش لم يعد صانع الرؤساء. نعم لم يعد. وعلاش ما يبرر كلام تاعك هذا؟ لا بالتركيبه اللي راهي اليوم، يعني حبيت اقول لك بانه مستحيل انه قائد الاركان يصنع الرئيس القادم، لانه المخطر اللي كان زمان لم يعد موجود اليوم. وبعدين بوتفليقه والجماعه جعلوا المنظومه تسير اليوم من دون الجيش، بعدما كسروا المؤسسات كلها وكسروا الجيش وكسروا المخابرات وكسروا كل ما كان موجود سواء بالسلبي وبالإيجابي. يعني قد يكون للرئيس حق في أن يكسر شيء سلبي وإحنا معاه، يعني سواء كان على مستوى الجيش أو على مستوى مؤسسات أخرى، ولكن أن تكسر بالمطلق، يعني أن تكسر مؤسسة كالجيش أو الرئاسة أو الحكومة أو المجلس الدستوري أو البرلمان أو مجلس الأمة بغض النظر عن مضامينها، نحن نتحدث عن مؤسسة لا يجوز أن تكسرها لأنك تكسر بلد. فمن وجهة نظري هذا التصريح الذي أشرت إليه هو بالنسبة لا حدث، بالنسبة إلي لا حدث ولا يعني أي شيء. كل واحد راه يغرد كما يحب، ولكن القرار بيد الجماعة، فأنها تضمن أو لا تضمن هذا أمر آخر، لأنه اليوم الشعب الجزائري بإمكانه أن يقرر. كيف ترى يعني ترشح علي غديري للرئاسة؟ أيضا عادي بالنسبة إلي. لم أنا لحد اليوم يعني ما عنديش رأي معين لا حول الرجل ولا حول نيته ولا حول خلفيات، يعني لذلك قلت لك في البداية لازم لنا وقت باش نعرف الخلفيات والنوايا والبرامج وماذا يريد هذا أو ذاك. فأيضا بالنسبة إلي حدث عادي جدا أنه يترشح، لماذا نقبل مثلا ترشح ناصر أو حفيظ أو جعفر أو سليمان كمدنيين ولا نقبل عسكري سابق، خاصة إذا كان هذا العسكري السابق مثلا حسب المعلومات اللي عندنا هو أنه خرج من المنظومة هذه، خرج بمحض إرادته. أنا لا أزكي ولا أرفض يعني باش نقول اليوم يعني في هذا اليوم اللي رانا فيه، ولكن بالنسبة إلي أيضا أمر عادي أنه يترشح جنرال سابق خرج من المنظومة. لو يترشح جنرال موجود في المنظومة اليوم قد يكون لكلام آخر. يعني قد لو يترشح جنرال، لو يترشح مثلا قائد الأركان اليوم يكون لكلام آخر، لأنه هو جزء من المنظومة وجزء من الجماعة الموجودة اليوم. لو يترشح وزير اليوم في هذه المنظومة يكون لكلام، ما عدا ذلك فالأمر عادي بالنسبة إليه. يعني على حسب كلامك سي حفيظ هذه الانتخابات لن تأتي بجديد، يعني رانا رايحين في استمرارية النظام. لا. على حسب كلامك لا سابق لأوان الحكم اليوم، سابق لأوان الحكم اليوم. قد لا تأتي بالجديد، ولكن قد لا تأتي بالجديد إذا ترشح بوتفليقة، ولكن قد تأتي بالجديد إذا لم يترشح بوتفليقة حتى ولو زكى هو شخصيا شخصية أخرى، قد تأتي بالجديد. ولكن إذا ترشح بوتفليقة
لا يوجد أي حظ لأي مرشح حتى ولو كان عمر بن الخطاب. شكرا حفيد دراجي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. على شكرا سي حفيد. حفيد دراجي قلنا كي ذنغ ماس ديال بي ان سبور ثان ميرثيك ادو غال غرغورك التوفيق. يعني ما تنسى لا شو ديال نجمة نغ كريم كبير حفيد دراجي، انت ولي باللي الحالة ماشي الحالة اكس فرحان لي ديكلاراسيون دو احمد غزالي راه ديالنا باللي ولاش سفران تيكس فان يقعدان لي ثمورتنا ثلاث صفا وتصدي قرن بلي ثفران تاكي مسلوي تكذوذا ولاش هذا شو داوي ذا جديد. Oui, bon, ces déclarations sur la forme, il se peut que c'est un remords de conscience pour lui, parce que n'oublions pas que Sidi Hamed Ghezali, il a choisi quelque chose à faire et Erdogan et Sougzout, il tient et le gouvernement est fan à l'examiner à Rafshah. Sur le fond, il s'est alhaqué. Il y a 62 rassas, il y a 91, ou l'âge, il y a l'ascar, ou l'itzikara, ou l'ikhtiar, ou c'est le way tout de suite. Mais est-ce que c'est une information, je vais dire, qui va apporter quelque chose aux citoyens, au peuple, non, à l'idée d'un fait de ce qu'ils ont à Kaimera, de l'Hukumina. À mon avis, ou زغوين يضرون اكيا شوي داكور فين دينا كبير عندك هنا تالمون جو بونس كو يجثنا يخذاتنا الوقت عندها دوفاني ما نسن الزورن العهده الخامسه بوتفليقه لهلاك ينس يغاول دون سونس انفيرس عندو ديوفاني ما نسن وزميرنا راه هذا وثن الفاروض أنكور سيس تجث زمرت ذي ثقرة فغان هذا خدمن لترانزيسيو أين أغوبار ذقران دي كارتاني نسن فيا دي رولي de l'opposition. En fait, ce n'est qu'à l'aïné qu'un pour l'aïmen de la médiocrité qui dure depuis longtemps, ou ce qu'il y a, et poussinten à l'aïmen du calendrier électoral prévu par la Constitution, et à s'aïr, je veux dire, et d'avoir à l'aïmen qui n'a pas fait de l'aïmen, le vrai, à l'aïmen, il y a يزمرن أثني روبريزونتي ذي لو سيستيم بوتفليقي مي يدنيغ يا دو زون سمي بوزي لا كيستيون اسكو يوغي ان سانكيام موندا او جيتي كاتيغوريك دون مون سونس دون ابري لاناليز كو جي فيت كو يورا با دو سانكيام موندا اي بوتفليقه لوي ميم مي يل بوف يي افوار ان سانكيام موندا بور لو سيستيم بوتفليقيست. تربي نروح لنسيم ياسر أدو غالغ غورك مس ياسر سمحنا نعطل شوية في الليل يعني مس تواليض منز مرادين ينيدها شيء ضرون مقبل ثفران تاقين نسلويه تقدو ذا لديكلاراسيون دو لارمي يعني خنوي ذي أكيفا اللي أرسيديث نمد بالليل عسكر إلا قذي فاغث وقلنا نتسرثيث يعني أم خلاص توليم لديكلاراسيون دو قايد صلاح لدي دين وني لا بور غارونتي ست إليكسيون. Tandis que nous connaissons la position par rapport à l'armée, elle est claire, ce n'est que le rachir, mais les morts de l'armée, nous avons que l'air, c'est 62 à la salle, l'armée, c'est le cas, il a fait des morts de l'armée, il a toujours joué un grand rôle dans la désignation des chefs de l'État, l'armée de l'Ordre, qui était de nous, il a fait des morts. Le discours de Gaïd Salah, il confirme le sah de l'air, l'armée fait de la politique, de l'intérêt, il fait de la politique, mais il y a les médias, il y a la sortie des régions militaires, il y a les médias, il y a par exemple des choses, il y a une simple activité politique, il y a une simple activité politique,
الشغل تخدم لنا في كاي صباح تمد لنا سلامات لا دقائق لكن الديفان لا فولونتي دو لارمي انا لقديش سيرفيس لارمي لان شتيك جان لو بريزيدون دو ار سي دي وما لك ديكلاري دي نايا كلارمي سي غارد بارتي بوليتيك اي سي فري ما نظار باللي لارمي كي برودوي دي ديسكور بوليتيك لارمي كي اسوم دي بوزيسيون بوليتيك هاد نتفهم باللي واد نفهم باللي لارمي كي تبغى تكون بارتي بوليتيك مي لي اسينيالي سي ديرني طون باللي الديسكور لارمي كي دومين سك لما سك ثمن بوفوار مانوالي ان شيف دو ليتا كي كينو سي با اكسبريمي دوبوي 2012 مانوالي برومي مينيستر يسوس وري هضراره غنولي كان قايد صلاح كي 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 اسوم دي بوزيسيون بوليتيك كي برودوي دي ديسكور بوليتيك الجهه نوذا بومي لا نشتري جان كنا ديك الوير سيد هي السيكل تمسمكي بدا القرار الا قتعاود الجاريه الا قنروح لدار الفونداسيون ناسيونال كنا نسبق ندا نشتاس لقديش ناغور كلها هي السيكل جوستومون توالد على بلاتفورم اخرى انا نيزار اذا المده وكلي موداليتي يمكن نروح نبنو كان الدزاير سلفا عزاك او فاين يظهروا لي تمور تنغساكي باسكو ما نزار ما نتورا الكليما لي كونديسيون انت شادي لين البيت في افريل تخرى سامبل ديزينياسيون دا الشيف دو ليتا او سي انترس فران يعني باسكو ما نوالي ولاش هكا في وراء يا با ان ديبا سيريو في واش سمعنا سني des élections présidentielles. Les médias, on ne parle pas des élections présidentielles. Les garanties en oulèche, la transparence, les prochaines élections. Justement, ils ont été dans la proposition-là au niveau du RCD depuis 2013, qui a été adoptée par la majorité de la classe politique algérienne, il faut aller vers l'installation d'une commission, d'une instance indépendante de gestion et d'organisation des élections. Et Wakin, ça m'a fait écrire, Atsnar Ivavit, Atsnar Imaoulanis, Atsnar Iwzout, Iznetsa, Aradi Votin, Iznetsa, 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 l'IRCD ou Tsemna reste frente à guerre dit Tsessen. Il ne va pas reconnaître cette élection. Et quelle sera la position au Kever Nouen le Canada, il est un autre candidat. Il خلاف بوتفليقة. كنا ماشي على متوريد لنا باللي 2019 ماشي صفر علينا راه ديال لي مي سي ليون سيريموني بور انستالي ان شيف دو ليتا كنا نقرب لي زيليكسيون بريزيدونسيال اللي تمور يعرف انت ذاك تكون ماشي نور رياليتي عامين قبل اللي زعما لي كونديدا وي ذاك صعب مع لي بريزيدون مود لي بروجي مود لي بروغرام سي لي اون كومبيتيسيون بوليتيك يا لي بارتي بوليتيك اسم خدمات نورغانيزي لي ميديا كدي زيميسيون تهضر مود لي ديبا تهضر في لي بروجي سنة في لي بوزيسيون سنة في فوايا تسمى كتوالي انت مورت لنا كتوالي تذكرنا حكمت شو تخدم قيمت يلا بوتفليقه راه ولا شي نكني ماشي هو كذا بروبليم او نيفو دي ار سي دي نكني اون ميليت بور لوجمون radical du système politique comme ça moi qui veux c'est quel changement que dit là la transparence des élections la transparence des élections qui est mazal le ministre de l'intérieur qui organise qui mazal c'est l'administration qui organise la fraude des matières afin je tente de me il faut qu'il y ait une instance indépendante de gestion et d'organisation des élections après mais sera la position du parti est-ce que l'RCD est-ce que l'RCD va boycotter les élections? Est-ce que ou trop haran le référent d'abord? Balakin n'a fait l'RCD, mais il n'y aura pas un candidat. Est-ce que c'est un boycott de cette élection? La position officielle du parti est face à l'instance Conseil national du parti à la discussion. C'est là qu'il va se faire. C'est la position officielle de notre rassemblement. طريب يعني ما القرار ورعاز يتبوين القرار اوفيسيال ورعاز والقرار اوفيسيال كوفرنات لو كونساي ناسيونال اللي باغي ريونير جوستمون لو برومي فيفري كي يدير دونكا يمكن نطف لا بوزيسيون بارابور فراني او شنو ممكن نسمي في فراني طريب يعني ما تسلظ احمد غزالي ناد باللي لالجيرينا جامي كونو يعني سفرنت اكس فان حاشا سفرنت 91
كونوي يعني ابار اش طلب فيم بلي لي يعني اون انستونس باش تعس تفرن تاكي اسكر استمنم بلي هذا هو كي الساعه لانتونسيون يعني دو باش تدي ساعه دي تفرن تاكي دي تسن تي لي تصفى وخاصه هي كانت قرار ماشي البوت في لقاء يروح لنا سانكي موندا لكن مازال هذا هو هذا هو يا كي قلت لي انت راه سرانين ديك مساكين وكلين فرات قراي هذا هو سي 62 هذا يعاش قبل ناسين ولاش جامي خدمنا لي زيليكسيون ترونسبارونت مام بوتفليقه لوي مام اون 2011 استعرف سوا شتا هنا في دبليا في فرانين يقعد قلت لا لا لي كنت لا فرود اوك سي دي زيليكسيون تروكي صافي الحمد لله عليا شو دي نور رياليتي ماتشي جديد ثقيم في ضربت لي زيليكسيون عدل الغاشيه كبرى لي زيليكسيون رياليتي ماتشي زين تفوتي الشعب اللي تفوان ماشي لا فولونتين الشعب اللي تفوان لي زيليكسيون اوك اكسوخل من تمرت لنا Mais la réalité, il est important, c'est le cas des anciens ministres, des anciens premiers ministres, des anciens capes de défense. Le système est très important. Justement, en 2014, par exemple, la CNTD, à l'élection, il y a eu des anciens premiers ministres, des anciens chefs de gouvernement qui font partie de la coordination de l'opposition. C'est très important, malheureusement, les ministres, parce que là, dans le système qui est qu'il est là, la fraude, il y a des élections truquées. Donc, il a quand même c'est très important, mais c'est un peu le système. طري رابيدمون هي ساغما تهضرت كنتي في مازافرون اسكو ام كرات توليض يعني اسكو لوبوزيسيون على اون ريسبونسابيليتي ديال الوقت اللي راه تعيش للجزائر يعني باش توغالت الدوكل تيلي تادوك اللي هي لوبوزيسيون هي كيما يعني ال فو كريي ان كونتر بوفوار دونك لي او نيفو دو ار سي دي مازال طارد وني فيدال لا بلاتفورم مازافرون نادي لا هي اللي كانت لوبوزيسيون تداكل وهذه لين دي رابور دو فورس لي رابور دو فورس كي غنو انت لي رابور دو فورس كي تسن تد سي لي زاكسيون سور لو تيرا سي لا موبيليزاسيون كوتيديان للغاشي قلنا راه سارتين ناد راينا كي لاق لا سوسيتي سيفيل اللي لاقي خدام اللي لاق اللي جا اللي لاق الغاشي من ان راه سارتي باسك هذه لي تور موند موبيليزي ديال البوليتيك هذه اللي راكورد فرصه كي كونتر لو بوفوار مي انشتا الفن يعني انشتا منه غنشتا الميليتونتيزم انشتا ديال الكومبا غنشتا على كيك تحرام البوفوار كي ما توالي خويا دوال غامي تزوره خويا كي تصعد انا كتقرر سي دي كونديدا لا كونديداتور وكيد ويلا كيتفشل الغاشية طرافير لعبد مع ويكي فانشتا من غير من الناس دوك نير لا سوليسيون اللي تمر تاكيل فوا لي فيرون ترونزيسيون ديموكراتيك صحة مس نسيم ياسي يعطيك صحة مثل الذي كذنا ثان ميرثي كاقم أدو غالغ غرغورك أتوفيق طري رابيد مون دقيقة مولا شو غيليف اختيني وطنك اكسبير ايكونوميك دي ون يسنن حالا انت دام سنت مرثنا ماشي الحالة يكس فرحا يعني سور سورتو الكونستاينس انت ولي الحال انت تسال في ثوره يعني لا سيتياسيون بوليتيك التصدي قارن باللي ثفرين تاكي يعني سليط اللي تادوي تاكي باللي ولا شي هذا شي غداوي جديد يعني راه با دو نوفو اسكو ني دون سو بيسيميزم يعني كي توشي الجيريا ريت نادي خير التفات وتوفار تفاس لو تونيل يفادي باش يدن فارديس ماشي كان السؤال دي سي دام سان او دي سيلفي دي لا 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 كونفيونس اوسي اس دايرين داين يكسسن لمني يسعنا كن ذي الحكم نسن وكن ذي يمن نسن ينون بلي كونفيونس يعني ذي وسورا ما يلن ولا كان في لي بريزيدونسيال هي لا بروميير روما كون بوفي افوار نغدا شو نزمر نولي ذي قرايه ثم زوالوت وسوعر على القرايه تسرفيس نتمورتنا خاطر لو موفي بوليتيك Il a chassé le bon politique.
C'est-à-dire, Manoural Kanal Wendina, la représentante du RCD, il n'est que Vithmouran et Saan Azel, si les élections présidentielles, ou le débat sur les élections présidentielles, ou même les représentants pour les candidatures, c'est 22 de 2 ans, 3 ans avant. Andar, c'est les idées dans les débats. Touche toutes les questions Narthi et Msel qui est Hussein Agdoud. Mathilde Tedemsa, un d'un zmer de Noural, Sénir zmer tarsurzot les décisions et tof le Hukumagir Yeren la médiocrité comme une constante nationale, sur tous les niveaux, dans les décisions hasardeuses et tfon. Un dar ukrainien de la monnaie et seguir soit mis le pays et pays israélien certaines années de travail ne t'emmènent pas ou mais si le halal est surpris ne chale pas il est évident mais quand c'est des niveaux de crise. C'est-à-dire que là, on se doit, si mal à mal, à se faire à Fugdouz Azaïrien, vers un sens, une zmer, une sioule, ou qu'une sioule, à l'étaf, les élections présidentielles, et des deux, comme un moyen de pression et un désengagement radical de cette mascarade électorale. Il y a un texte à tout faire, merci. 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 فذيانت بوسجيم أشكر كان إن جو نجلا كذنا نجد البلاطوج مثلنا توفيقي في القسن سيد زير تليفون كريم كبير نسيم يسار لي مذ بارك هذا اللي أرسيدي وكذا مس حفيظ درجة يعطيكم الصحة عند مثل لم خنوي السلام عليكم ورحمة الله ثان مرثنا